صباح النور مشددا مشاهدينا، صباح النور مجددا صباح وعد. النور توني. الجمال ما في شك أساسي في حياة المرأة. الجمال نادر. الجمال نادر وصعب. إنما يعني الفاشونيستاز ظاهرة مؤخرا صارت مطلوبة جدا، والمدونات في عالم الجمال كثر وكلنا بنحييهم ونفتخر فيهم في عالم أكيد العربي. أكيد منقول دلال معرفي، نعم إنها الإعلامية التي انتقلت من عالم الإعلام إلى تصميم الأزياء والعناية بكل ما يخص المرأة في مظهرها، ما رفع اسمها في عالم الجمال بين المعجبين والمتابعين. عن مسيرتها وأعمالها المستقبلية نستقبل من الكويت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية مصممة الأزياء ومدونة الموضة دلال معرفي. صباح النور نورتينا دلال. اهلا اهلا، صباح النور وثانك يو على الاستضافه، سعيده. كان ودي ان انا اكون وياكم في بيروت في لبنان. الصراحه اعشق لبنان، اعشق المره الجايه. نحن نعشق ايضا الكويت ونعشقك، تعودنا عليك ان شاء الله. اكيد اكيد تعودنا عليك بالديره، اليوم طلعت من الديره. تسلم تسلم. يعني هالهواية هوايتك في الإعلام ومهنتك وخبرتك، إلى أي مدى ساعدتك في عالم الموضة والأزياء اليوم؟ للأمانة وايد ساعدتني. أنا يمكن قبل ما أبدي أن أكون إعلامية، أنا أساساً كنت أساساً أصمم أزياء، فكنت ماخذتها كهواية. هي تصميم الأزياء عندي شيء هواية، فطورتها وبديت البزنس مالي كمشروع، والحمد لله سويت لي اسم خاص فيني في الديزاينات مالتي. عقب يالي أوفر أني أنا أكون إعلامية مذيعة في إحدى البرامج الصباحية، وخضت التجربة. كنت حابة أني أنا أخوض التجربة، مع أن أنا خريجة قسم الإعلام من جامعة الكويت، بس عمري ما اشتغلت في مجال الإعلام، فقلت خل أجرب التجربة هذه وأشتغل في مجال الإعلام. وتميت تقريبا 3 أشهر في البرنامج الصباحي، وبعدها انتقلت إلى برنامج آخر مسائي، وبعدين وقفت. قلت خلاص أبي أوقف شوي والتفت حق شغلي، والحين رجعت، بس رجعت حق الإذاعة. نعم. طيب بالنسبة لموضوع الموضة وشق الموضة من مسيرتك، اليوم هذه الهواية اللي تحدثنا عنها لحتى توصل أنه تعمل لك اسم، تكون مرجع للعديد من المتابعات اللي بيهتممنا بكل تفاصيل ما تقدمينه من نصائح جمالية ونصائح موضة، شو بيتطلب؟ يعني الخبرة من وين بتجي؟ يتطلب أن المعرفة أيضا من وين بتجي؟ يتطلب أن الواحد يكون أكثر مطلع على الأزياء، على الموضة، على الترند. يعني أنا أحب، يعني أنا يمكن شوية تصاميم غريبة، أحب أني أنا أميز اللي يلبسون مني، أنه يكونون خنكون لازم تكون المرأة اللي تلبس مني تكون واثقة من نفسها. أحب أني أنا أميزها بإطلالتها في أنها تكون واثقة من نفسها، مرأة قوية ما تهتم لكلام الناس. فلازم هذه الأشياء إحنا نشوفها كلها مع بعض، الترند، الموضة. أنت شنو حابة تعكسين في الأزياء أو في تصميم الأزياء مالتك؟ فأنا حابة أعكس أن المرأة اللي تلبس مني تكون إنسانة مرأة قوية وماشية على الموضة وتحب شكلها وتكون واثقة من نفسها. طيب خبرينا قديش المرأة العربية، قديش تصاميمك ونصائحك بتلاقي رواج وقبول لدى المرأة العربية يلي معروفة رغم حبها الكبير واطلاع على الموضة، ولكن ب يعني طابع كلاسيكي شوي، طبعا إلى جانب الضوابط الاجتماعية ومن حجاب وغيره. صحيح. في الوقت الحالي أحس أنه صار المجتمع أكثر متفتح من ناحية اللبس وكذي، بس هم ما يمنع أن إحنا يعني كل واحد يحط حق نفسه ضوابط
في طريقة اللبس، حتى في التصميم أنا أحط ضوابط في أشياء أنا أصممها بس ممكن إن أنا ما ألبسها، بس ممكن إن في بنات ثانيين يلبسونها. فشيء أكيد لازم إن إحنا نراعي الضوابط، العادات، التقاليد. وغير كذي أنا مثلاً في أشياء أصممها، مثلاً يختلف تصميم الملابس الشتوية عن ملابس صيفية عن ملابس رمضان اللي هي الكافتانز، فيختلف من وقت لوقت وشنو الضوابط اللي نحددها في الوقت هذا. يعني في رمضان لازم شوي يكون الملابس أكثر محتشمة. نعم دلال، أنت عندك أكثر من 140 ألف متابعة على إنستغرام، يا ما شاء الله، وتؤكدين يعني مثل ما أكدت اليوم بمقابلتنا أنك بتعزز ثقة كل امرأة بنفسها. إلى أي مدى هناك تواصل فردي مع كل امرأة لتخلقي لها ستايلها أو أسلوبها الخاص، أم بتقصد أنه كل هالمتابعين يتبعوا ستايلك أنت، يتبعوا أسلوبك الخاص؟ والله أنا يعني الحمد لله يعني وايد أتواصل مع متابعيني. يمكن هذا الشيء اللي قاعد ياخذ وقتي وايد، ان انا ما اعرف ان اي حد يرسل لي او يطلب مساعده مني اني انا ما اتواصل معه. الحمد لله انا دائما على تواصل مع متابعيني. هم يحبون يشوفون فيني ان انا كامراه، كزوجه، كام، ممكن ان يستمدون قوتهم مني. احب ان انا اوريهم ان احنا مهما كنا مشغولين في الحياة، مسؤوليات الأطفال، مسؤولية الزوج، مسؤولية البيت، هم ممكن أن المرأة تخصص لها وقت لنفسها، لازم تلتفت حق نفسها، تهتم في نفسها، تثبت وجودها. بالعكس هذا الشيء ككوني زوجة وأم، هذا الشيء ساعدني في أني أنا أكون نفسي أكثر وأكون أقوى أكثر. جميل. بالمقابل يعني هناك سيدات بسبب هذه الانشغالات اللي تحدثت عنها بيلجأوا للمدونات، وأكيد من كل العالم العربي متابعاتك بيطلبوا منك نصايح أو بيستشيروك بأمور. ما أكثر الأمور التي تسألين عنها؟ الأمانة يمكن أنا من نوع جدا صريحة، أنا ما عندي شيء إن أنا أخفيه. يعني حتى في أشياء التجميل وعمليات التجميل والفلر والبوتوكس أحب أفيد، لأن بالنهاية أدري في ناس حابة أن هي تستفيد من تجربة، ومو الكل أن يتكلم ويقول عن تجارب، خاصة في عالم التجميل، وخاصة أن المرأة ما تحب تبين أن هي عاملة تجميل وهالأشياء. فأنا أحب أشارك هذا الشيء مع متابعيني. يعني ما أدري، يعني أنا أحس إن هذا يعني الشيء من الأشياء اللي دائما يسألوني عنها هي التجميل، عنايتي في بشرتي، عنايتي في شعري، عنايتي في إطلالتي. فدائما أصور لهم يوميا يومياتي وشنو أسوي وشون أعتني في نفسي وفي بشرتي وكل الأمور. طيب هذا. دلال، يعني هناك انتقادات تطال الفاشينيستاز أو مدونات الأزياء بأنه يدخلوا الكثير من التفاصيل في حياتهم الخاصة ضمن هذه الملاحظات التي يفترض حسب المنتقدين أن تقتصر على الأزياء والموضة. يعني بيصوروا سياحات إذا هن مسافرين، تفاصيل طبخهم، تفاصيل يومياتهم، حتى بيدخلوا المتابعين لهم إلى غرف نومهم. يعني هناك انتقادات تطال هذا الموضوع، ما رأيك أو ما ردك عليها؟ هو صحيح، في يعني هو يعني كل شخص وهو اللي يرسم الحدود اللي هو يبيها. يعني أنا اليوم حاطة حدود، أنا لوين أبي أوري المتابعين حياتي، في خطوط حمراء أنا عندي ما أحب أني أنا أتعداها. مثلا علاقتي أنا وزوجي مو بالضرورة أني أنا أطلعها وأوريها المتابعين. أنا لما أطلع علاقتي مع زوجي معناته أنا في رسالة أبوصلها، بس أنا ما عندي، يعني مو حابة أن أنا أوصل رسالتي أن أنا وزوجي علاقتنا زينة. في أشياء أنا أحس في خصوصية، فمو كل شيء يطلع في السوشيال ميديا. أنا من النوعية اللي كذي. بالعكس في ناس يحبون يطلعون هذا الجانب من حياتهم، ويمكن هما حابين هذا الشيء،
أنا عن نفسي ما أحب أسوي هذا الشيء، لأن ما أبي تصير بالمستقبل ممكن هذا الشيء راح يسبب لي مشاكل أو يسبب حق عائلتي مشاكل، فأنا كثر ما أقدر أحط حدود في إن أنا شنو الأشياء اللي أنا أبي أظهرها بالسوشيال ميديا والأشياء اللي لا. كل واحد لازم يكون عنده ضوابط، يعني مو كل شيء نحط في السوشيال ميديا، مو كل شيء ممكن إن إحنا نتكلم فيه، مو كل شيء ممكن أنا أصوره. أنا عن نفسي يعني لما أصور أو أتكلم في موضوع قبل ما أنا أنزل السناب أنا أطالع مليون مرة وأعيده وأسأل مثلا زوجي أسأل أهلي، فشيء مهم لأن إذن إحنا في وقت الحين ممكن أن نطيح في أغلاط وايد. نحن كزملائك بعالم الإعلام أولا بهمنا نعرف أخبارك دلال معرفي، كنا بنتمنى تكوني معنا اليوم بصباح النور، أنت مذيعة برنامج صباحي. في أي حال مصممة الأزياء والمدونة دلال معرفي كنت معنا مباشرة من الكويت، شكرا لك. شكرا لك. شكرا ما قصرت. Thank you.